اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة. في انجيل متى اصحاح 10 وعدد 34 بيقول: لا تظنوا اني جئت لاحمل السلام الى العالم، ما جئت لاحمل سلاما بل سيفا. اهو المسيح بيقول جئت بالسيف. طبعا دي ترجمة، مش ترجمة فان دايك، ترجمة تانية. لما نيجي نشرح آية في الكتاب المقدس ما ينفعش نخرجها من سياقها لوحدها، لازم نشوف روح الكتاب كله بيقول ايه. يعني المسيح اللي طول الوقت بيتكلم عن المحبة والسلام فجأة هيغير كلامه؟ لما قدم المسيح رسالته انقسم الناس حواليه، منهم اللي قبل ومنهم اللي رفض، وده طبيعي جدا. فكان في الأسرة الواحدة منهم اللي قبلوا ومنهم اللي رفضوا بشدة رسالته. فكان السيف من الناس اللي رفضوا المسيح ضد التلاميذ واللي آمنوا بيه، مش من المسيح ولا من أتباعه. وده اللي كان يقصده المسيح، وأعتقد ده واضح جدا. فعمر المسيح ما رفع سيف ولا أتباعه رفعوا سيف ضد أي حد. عشان كده يقول بعدها: فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها. وده لأن في البيت الواحد فيه اللي هيؤمن به وفيه اللي هيرفضه ويعادي إخواته بسببه. إذن الآية بتوضح الخلافات اللي هتحصل في البيت الواحد أو حتى برا البيت بسبب إن البعض هيؤمن بالمسيح والبعض هيرفضه، مش إن المسيح هيستعمل سيف، لأن ده أصلا ما حصلش. عزيزي المشاهد، فكر في اللي قلناه، ومستنينك في الحلقة الجاية، ومستنين أي سؤال مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسؤكم.